تعالوا نروح ليه مشجعين عرب بعد فوز السعودية على الأرجنتين، فرحة واحتفالات كبيرة جدا لكل العرب بعد الفوز اليوم، فوز المنتخب منتخبنا السعودي على المنتخب الأرجنتيني. نشوف ونرجع نكمل كلام. أنا شجعت السعودية عشان زينا زيهم، وإحنا عرب وكنا إيد واحدة، وفعلا العرب أثبتت إنه إحنا أقوى من الأجانب وأقوى من كل الناس، عشان هيك أنا شجعت السعودية وفعلا فازت ورفعت راسنا والحمد لله رب العالمين. فرحة غامرة بفوز المنتخب السعودي الشقيق الذي يمثل الكل العربي والدولة الإسلامية الكبرى، وكلنا جميعا مع الشقيق السعودي وكلنا جميعا مع المنتخبات العربية، وكان فوز غامر. يعني انظر الفرحة اللي كانت في الصالة هان، فرحة لا توصف. بكل تأكيد أي منتخب عربي يكون في مواجهة أي منتخب آخر، نحن كشعب فلسطيني نشجع المنتخب العربي، وبغض النظر عن وجود ميسي، كريستيانو رونالدو، أي لاعب دولي، لكن الأولوية هي للمنتخبات العربية والمنتخبات الإسلامية في التشجيع. كمجتمع فلسطيني وكشعب فلسطيني نؤمن بعمقنا العربي والإسلامي. لدى رائع للمنتخب السعودي، 1000 مليون مبروك، لا خليهم مليار مبروك للمنتخب السعودي، الشعب السعودي، الجماهير السعودية. كسبوا النهاردة مباراة وخدوا كمان بكرة أجازة، يعني بقرار ملكي بكرة أجازة كمان للشعب السعودي عشان يكملوا الفرحة ويحتفلوا، وإحنا معاهم نحتفل ونفرح بالمنتخب السعودي. نتمنى له يا رب كل التوفيق في الفترة القادمة. لعيبة رجالة، مدير فني كبير ورائع، صاحب الرداء الأبيض دائما هيرفي رينار.